يا سلام عليك، ايش هذا يا طيبين؟ بهذا المقطع يا طيبين رح نحاول نحصى على هذا السلاح ونجربه ونشوف خاصياته مع بعض. وعجب يا ترى، هل رح يكون هذا من احد اقوى اسلحة فري فاير من بعد ولا كيف؟ لذلك قبل كل شيء صلي على النبي وحط لنا لايك وخلينا نبلش. اوكي يا حبيبي، مثل ما انتم شايفين هون عندنا الباورفول. يا سلام، طبعا انا ما كنت بتوقع ينزل هالسلاح متطور للباورفول، بس ولكن ركزوا لي منيح. طبعا مثل ما بتعرفوا شباب، الاسلحه القويه دائما بتكون فيها معدل اطلاق النار يكون فيها 2. اوكي، وقدره يعني لما يكون في اي سلاح فيه اطلاق نار، معدل اطلاق النار اللي هي سرعه البوبوم، اوكي، وضرر بيكون شيء باللوز، بيكون السلاح يعني معلم شيء نار ناري ناري، بتكون سلاح ناري. اوكي، خلينا نقول بسم الله نشوف حظنا معلم هالفتله اللي راح نجيبه من اول لفه ولا كيف. بسم الله، ليتس جو بوي. ايوه، اول شيء طبعا هون بدنا نشيل الاشياء هون، نشيل هاي كمان، نشيل يعني شيء لازم نشيله المعلم. اوكي يعني عشان حبيب والله. اوكي، اول لفه، ياب اول لفه. اوكي، لف لا لف لا لك ديو. اوبا اوبا، اثنين توكن زبالي، بعرف حظي زبالي. اوكي، الثانية قول لي اوبا لم تزبط معنا. لفة الثالثة، ايوه يا معلم. واو، اقسم بالله فكرت شباب كنت راح تدخل عليها، فكرت اقسم بالله كنت باقي لها شوي والله انا لقيت بالصبح. اوكي، لفة ثانية شوي، لم تزبط معنا. انت بتعرف حظي زباله مو هيك؟ بعرف يعني دائما لفات يعني ما ممكن. اوكي، نشوف اللفه، هلا كم لفه وصلنا اللفه هي كمان، نشوف الوضع شو راح يكون. اربعة تقول. اظبط اللفه اللي بعدها. الحظ بيض. اللي فادي بعده يا زلمة، ايش هاد ايش هاد؟ ليش هيك ما عليه؟ ليش ايم برو؟ هات نشوف. اوبا، بارفال اعصار الاساطير. الله، اعصار الاساطير معلم، بارفال الاسطورة. هذا السلاح بعد رح نسميه هذا السلاح اسطورة اسطوره. اوكي، طب هذا بمناسبه السنه السابعه يعني لازم يكون شيء بالغوص. اوكي، الصراحه السلاح بتاعت تكون لحد ما دخلت ما شفت شو اسمه الشخص الاشياء تاعته بتكون. بس نجي لهون، نجي لوين؟ نجي وين كنا؟ وين كنا؟ وين؟ اوكي، هذا هو البارفور. يا سليم يا سليم يا سليم، ثواني انا صراحه تكون ما شفت الترتيبات تاعته حسب الترقيه. اوكي، اول شيء هذا الليفل واحد عندنا هون الدولار معدل اطلاق نار. عندنا هون ليفل اثنين عندنا اعطانا هاي الافكت، والله شكلها حلوه. عندنا هون ليفل ثلاثه، حلو. عندنا هون ثواني تطوير السمات، ايوه. عندنا هون ليفل 4، هذا ليفل 4 دائما كل الاسلحه المتطوره دائما بيكون ليفل 4. الليفل اللي بتعمل الدوبلوكاج يعني اللي بتفتح السمات السمات السلاح اللي هو مطور بشكل تام. ندخل نشوف الليفل 5 تاثير، هذا تاثير الضربه كالعاده. ترى طلع حلوه هيك شيء اخضر، حلو ما اشبه شيء. والليفل 6 هون عندنا شكله، ثواني بس نشوف ما تغير شكله. بالاربعة على الستة في شكل يتغير. عندنا هون ليفل 6 معلم، بيفتح القدرات، ضر اضافي لميتان سترة وتلفوزة. اوبا، يعني فيه قدرة مميزة، الشيء اللي فهمته فيه قدرة مميزة يعني بتضيف ضرر أكثر من اللول العادي معلم. يعني مرات بس عندك مثل هيك مرات تك بيزيد الضرر أكثر بونيس، الشيء اللي فهمته علي؟ حبيبي والله. اوكي، الليفل لا وين راحت انا؟ ايوه البرفل، ايوه ليفل 7. ليفل 7 معلم، مظهر جديد والحركات سوي. شوف الرقصه اوبا ديو لوزه، ماشي ماشي حلوه. اوكي
اوكي هون عندنا الصناديق البارفر، رح نحاول نجيب شيء 99 صندوق، نفتح 99 صندوق عشان نشوف التوكن رح يطلع لنا. اوكي طلع لنا 500 توكن يا جدا، راح يبقى رح يكلفنا اكثر من هيك. اوكي كمان 900 كمان هي 500. اعتقد وضعنا هلا صار باللوز، لانه ايام زمان ما كم كان يكلف التطوير، لانه بصير لي فتره طويله ماني مطور ولا سلاح. تعال شلون نعمل تطوير يا معلم. اوبا ايو دام برو، التطوير اللي بعده. اوكي ايو اللي بعده. واو دام برو ايو دام اللي بعده. اوبا 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 اللي بعده. تنين يا زلمة شكله هذا معلم، تنين يا جدا. تركي الله في المحل فكرة راح يدفع هذا، وهذا وين هذا مثل ما توقعت، يعني دائما بكلف تقريبا فوق 10,000 جوهرة هيك شيء. هون ناقصنا، خليني نجيب شوية صناديق، ممكن بالصناديق شاب يعني 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 بكلف أقل. أوكي أعتقد هلا يمكن راح يلزمني شيء 50 بطاقة هيك بتكفي، يمكن 240 يمكن هذا، يمكن مر باللوز، يمكن باللوز هلا صارت معنا معلم. هات نرجع للسلاح، وين السلاح وينه؟ الأول السباقين 200 يا جدك. أوكي نضرب 30 صندوق بس، لسا في 70 باقي، باقي 70. هات تجربة 10 مثلا، 100 لا ولا باقي كمان 30 لسا باقي كمان. لا 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 اجيب 10 ثانية لانه ممكن مع الوقت يتبدلوا. اوكي وين كنا هلا؟ نرجع نطور الليفل ماكس برو، نطور الليفل ماكس يا سليم. 40 زيادة ليفل ماكس، حلو يلا. ديم شي حلو، تجهيز نحط الرقصة مباشرة معلم بدون مزح. اوكي وين نحط الرقصة؟ حنحطها هون. اوكي 40 يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، هذا هو السلاح امام عيوننا يا سلام. ندخل نشوف الوضع معلم داخل التدريب. اوكي طبعا ان شاء الله رح نجربه، نلعب فيه جيم كامل، نجرب نلعب فيه جيم كامل شباب بروفل. اوكي الجيم رانكد وكل شيء باللوس. اوكي هذا هو السلاح معلم، كمان ترون خلونا ناخذ واحد ثاني، نشوف واحد ثاني. اوكي اوكي وين البروفل وينه؟ هذا هو، خلينا ناخذ واحد ثاني. طبعا البروفل بتركب له يعني سكوب وما سكوب للاشياء المعروفه. اوكي رح نضرب على ادم هذا. اوبا والله سريع، يعني عم برفع شوية ايمي معلم عم بجيب هيد شوت. والله باللوز ها، شوف الرقصة معلم كيف شكلها، ما شوف اللوز. اوه اوه ديم اوبا اولي اولي ديم يا سلام يا حلو 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 حلو. ندخل نشوف الجربة باللعب، يعني بيك بالالعاب باللعب القتالي القريب، شو الوضع معلم؟ قريب والبعد يعني نفس الوقت. اوكي شفنا شيء واحد 39 من بعد معلم، هي 39 من بعد يعني من البداية، يعني 45 وصل دمان. شوف الافكت معلم، شوف الافكت طلع، نشوف هذا معلم. اوكي 40 لا بضرب يا شباب 40، ترى هذا دمج يعني 40 يعني رقم اسطوري يا اخي. هذا قاعد بلعب لو انت هذا معلم، رح نشوف رح يطيرنا، تعالوا رح ندخل عليه. اقعد من هون اقعد من هون يا سلام يا سلام عليك يا معلم، رح تنشي حلو. اوبا هذا شوف كمان الوضع شلون رح يكون. 51 او 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 او. لا 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 شباب ضروري ضروري رح نعمل لكم مقطع ثاني لهذا المقطع، جزء ثاني لهذا المقطع عشان ندخل نجربه في شي جيم رانكد، شي جيم يعني عن جد وصل الدمج شباب ال 50 ديم. ازاي هي بيكون انتهى مقطعنا اليوم، ان شاء الله استمتعتوا معنا، ما تنسونا بزر لايك، الله يسعد لي اياكم، بشوفكم على خير، السلام عليكم.